بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة قد توقفنا عند قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، وبينا ما تيسر لنا من معنى هذه الآية، ما قال سبحانه وتعالى: والمستضعفين من الولدان، أي وما يتلى عليكم في الكتاب من شأن المستضعفين من الولدان، كما سبق في أول السورة أن الله جل وعلا قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فهذا مما أوصى الله به في حق الولدان في أول السورة وأحال عليه هنا: والمستضعفين من الولدان. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، هذا أيضا من جملة ما سبق في أول السورة، أن تقوموا لليتامى بالقسط في الولاية عليهم وعلى أموالهم. والقسط هو العدل، هيعدلوا في شأنهم، ربوهم على الخير ولا تنهروهم ولا تقهروهم. وأما اليتيم فلا تقهر، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. كذلك المحافظة على أموالهم كما سبق، محافظة عليها حتى تسلم لهم إذا بلغوا راشدين، فهذا هو من القيام بالقسط لليتامى من الرجال ومن النساء، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. كل هذا في ما سبق في أول السورة مما يتلى عليكم. ثم قال جل وعلا: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ما تفعلوا من خير، هذا من ألفاظ العموم، أي خير تفعله قليلا كان أو كثيرا من الأعمال الصالحة ومن الصدقات والإحسان ومن كفالة الأيتام والعدل في النساء وغير ذلك، من أي خير مما يسمى خيرا سواء كان قليلا أو كثيرا، فلا تخف أن يضيع، فإن الله كان به عليما، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء. ومن ذلك ما تفعلونه من خير فإن الله يعلمه فيحصيه لكم ويكتبه لكم ويضاعف أجره وثوابه لكم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما تفعلوا من خير، هذا حث على الخير، فإن الله كان به عليما، لا يخفى على الله سبحانه ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. هذه الآية سبب نزولها أن سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها كبرت سنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يطلقها، فهي رضي الله عنها تحب أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لتنال شرف أمهات المؤمنين، ولا تريد منه أن يطلقها. وهو صلى الله عليه وسلم انتقلت رغبته فيها لكبر سنها، فالله سبحانه وتعالى شرع الصلح بينهما، فلا جناح، أي لا حرج ولا إثم، فلا جناح عليهما أي على الزوجين أن يصلح بينهما. فتركت سودة رضي الله عنها قسمها من المبيت والعشرة لعائشة رضي الله عنها، سمحت به وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطلقها لتبقى زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، رغبة منها في شرف أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألا تنقطع زوجيتها منه. فالله رحمها سبحانه وتعالى وأمر أو شرع الصلح بينها وبين زوجها، فلما صلحت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تهب يومها لعائشة، النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن طلاقها وأبقاها زوجة له، وشرفت بذلك رضي الله عنها. فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، والصلح خير. هذا ترغيب في الصلح، والصلح هو التسوية بين المتنازعين بالعدل، وهو مطلوب بين الزوجين وفي كل نزاع وخصومة، وهو من أفضل الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالإصلاح مطلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالآيات في الصلح كثيرة، ولا سيما بين الزوجين كما في هذه الآية، فهي عامة للزوجين من المسلمين إذا حصل بينهما نزاع أن يسوياه بالصلح بينهما لتبقى الزوجية والعشرة بينهما. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.